السلام عليكم، اهلا بكم في شادو ميديا. معكم كريم طارق وحلقه جديده هنتكلم فيها عن الاعلان الثاني للحلقه 16 من الموسم الرابع لمسلسل الحفره. بس قبل ما ندخل في حلقتنا النهارده، يا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل. فشكلنا كده على وشك في انتظار حلقه اسطوريه هتكون مليئه بالاحداث. ففي الاعلانين يعني ظهر فيهم كده ان في احداث كتيره هتحصل. كان الاعلان الاول مركز تركيز كلي على يعني عجز جنكيز أردنت، وفي نفس الوقت على نديم وخليل ابراهيم وضيفه هتيجي من افغانستان ملسمه اسمها ياسمين، اللي هي على الاغلب قلنا هتبقى هي بنت خليل ابراهيم وجاي الحفره. وبرده من الصور الرسميه شفنا صوره طفل، وخاصه الطفل ده ابنها. هل هيبقى الطفل ده ابن كلكان وهيبقى في علاقه ما بين ياسمين وكلكان؟ ناس كتير متوقع الموضوع ده، ولكن انا مش حاسس ان الطفل ده هو ابن كلكان ولا حاجه. لا، هي مجرد يعني بنت خليل ابراهيم جايه بطفلها، وهم او خليل ابراهيم عايز الحفره تحميها من جنكيز، لان طبعا في عداوه ما بين جنكيز وما بين خليل ابراهيم. وبرده كان الاعلان الاول ملخصه سريع اللي هو ايه، يعني الطباخين بتوع ياماش اللي هو حطهم في جنكيز في القصر بداوا يحطوا ادويه، وهنا ظهر ياماش الكيميائي اللي هو اصلا دراسته كيمياء وكان الموسم الاول شغال في الكيمياء لو تفتكروا. خلاص بيحطوا له ادويه تضعفه ويحسوه بالشلل. الاعلان الثاني بقى جاب لنا النتيجه دي، ان هو حطوه في دار مسنين، والله اعلم بقى بيعملوا عليه يعني حاجه عقله هيخلوه يخرف ويتجنن ويدمروه قدامه. وهنا بنشوف ردة فعل كل كان لما دخل على نهير وإفسون وقال لهم عليكم وعلى ياماش خاصتكم، اللي هو خلاص بقى اتجنن، كل كان اتجنن عايز ياخد بطار ابوه، بقى عايز يجيب ابوه. فالاعلان الثاني ما بين ان خلاص جنكيز في مدار المسنين، وما بين الحفره بتاثر عليه، وما بين ان خلاص كل كان اتجنن وبعت لياماش هديتين من نهير، وما بين افسون. طبعا كلنا شفنا وش يعني ياماش وغضبه، ويعني الممثل اراس بولوت ده رهيب يا جماعه، رهيب في الاكشنات ورهيب في تمثيله. الراجل ده ما بيمثلش، الراجل ده فعلا عايش الدور فعلا. يعني فعلا جوهكان كان معاه حق ان هو عايز يسمي المسلسل ارس. لا، الراجل ده فظيع، ممثل عالمي يستاهل الاوسكار، احسن اداء على ادائه الرائع ده والله بصراحه. يعني مظلوم جنسيته ظلماء، ده لو كان مش تركي كان خد جولدن جلوب كتير. كان مثلا عن فيلم المعجزه في زنزانه 7 ده كان خد اوسكار احسن تمثيل والله. فالممثل رهيب. فهل يا ترى هنشوف بقى ايه اللي هيحصل من ياماش ورد فعله؟ طبعا كنا شفنا عليش وهو متجنن، ده معنى كده هو طبعا ما كانش باين صوت في الاعلان، كانت موسيقى تصويريه فقط، فباين ان كان في قلق كبير جدا في الحفره ودوشه كبيره، ده اللي خلى عليش يعمل حركته ان هو متضايق من الصوت وغضب ياماش وشفناها. فهل يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هل كل كان فعلا هيقتل حد فيهم؟ هل يعني هو باعت له ايه؟ باعت له وكان ماسك السكينه، باعت له مثلا اظن كانت ودان او ايا كان. بس هنشوف ايه اللي هيحصل. شفنا كل كان لما قطع صابع يعني رئيس الامن بتاع جنكيز لما ما كانوش لاقيينه، فهل ممكن جنود كل كان ان هو يوصله ان هو يعمل حركه زي دي يبعتها لياماش؟ فبصراحة يعني أنا اتحمست أكتر للحلقة بعد الإعلانين، ومستني الحلقة بفارغ الصبر، ومستني يوم الاثنين بفارغ الصبر. فإن شاء الله انتظروني أول ما الحلقة تخلص هصورها كالعادة إن شاء الله وهنزلها على طول. مستني رأيكم في الإعلانين في الكومنتات، وتوقعاتكم للحلقة القادمة إيه اللي هيحصل. ويا ريت تعمل لايك للحلقة وشير لو الحلقة عجبتك، ويا ريت لو أنت مش مشترك تنزل تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك أشعار بالحلقات الجديدة أول ما تنزل. وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله.